مشاهدينا الكرام نشوفوا مع الاخ فوزي كيفاش نشوطوا البوزلوف. مساء الخير عليكم، راه نعطيو لكم كيفاش نشوطوا البوزلوف، طريقة استعمال البوزلوف. هكذا نستعملوه في الماء، نغسلوه، نحكوه من الدم، بعدا نديروه في النجارة، دوكا نشفوه بنجارة. باش يروح له التشماخ تاع الماء، باش يتشوط، باش يروح له التشماخ، باش النار تمشي فيه. نشعلوا شاليمو تاعنا ونبداو نشوطو. دوكا نعاودو نمسحوه بيان، نحيولو الحموم تاعو هذاك. بعد ما زلفناهم نديروهم في الماء يكون سخون بزاف، ونديرو لو برودوي واسمو كريستو باش يترنخ. نخلوهم يترنخوا شوية، من بعد نشدو الشيتا ونغسلوهم. دوك هكذا انا كملنا بوزلوف، انا نقيناه. دوكا نروحو كيفاش نقطعوه، نعطيو لكم كيفاش نقطعوه. مبروك عيدكم مزيان. هكذا تنحي المخ. هكذا المخ. يا ولاد الجدار يا شجعان صحاعدكم، تعيشوا دايم في دامان جميع كلكم. ومن بعد كما تحب لي مارس لي مارسو ديروا على ستة. بابينا تسلم فان يا ولاد الجدار يا شجعان صحاعدكم، تعيشوا. هذا الزليف راهو مقطع، ما عليك غير بالموس قطعنا.